السلام عليكم. أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بغارات للتحالف العربي يوم الخميس الماضي. 4 أيام إذن مرت بتكتيم شديد على مقتل الرجل الأول في سلطة الانقلاب. فما هي دلالات هذا التكتيم؟ مقتل الصماد سيكون له أثره السياسي بطبيعة الحال على الحوثيين، وكذلك أثره المعنوي لدى المقاتلين التابعين للميليشيا، وسيحمل أيضا بالتأكيد عديد الأسئلة. هل كان الاستهداف مقدمة لمرحلة تصعيد عسكري يطلقها التحالف العربي؟ أم أن مقتل الصماد مؤشر لصراع أجنحة داخل حركة الحوثي كما يقول البعض؟ ماذا عن الحديدة؟ هل بمقتل الصماد فيها علاقة بمعركة التحرير؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني مع أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. ننعي إلى شعبنا اليمني العظيم الشهيد العزيز الرئيس صالح علي الصماد. قتل الرجل الثاني في قائمة التحالف. قتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. جاء الإعلان عن مقتله عبر قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي قبل أن يؤكد ذلك زعيم الحوثي الذي قضى نحبه شهيدا ظهر يوم الخميس 3 من شهر شعبان 19 من إبريل مع 6 من مرافقيه إثر استهدافه بغارات جوية في محافظة الحديدة، معلنا أن صالح الصماد قتل في قصف جوي للتحالف استهدفه بثلاث غارات يوم الخميس الماضي في شارع 50 بمدينة الحديدة بعد عودته من لقاء عقد في جامعة الحديدة. إذن لم تعد قيادات الميليشيا عصية على ضربات التحالف. مقتل الصماد جاء عقب إلقائه خطابا في جامعة الحديدة دعا فيها إلى النفير والتصعيد العسكري بالحديدة وتنظيم مسيرات للتظاهر بالبنادق. صالح الصماد الذي برز إبان انقلاب الميليشيا على حكم الرئيس هادي في سبتمبر 2014 وفرض حينها على الرئيس هادي مستشارا سياسيا، تم اختياره أول رئيس دوري لما يسمى بالمجلس السياسي الذي شكله تحالف الحوثي ومؤتمر صالح، غير أنه استمر في منصبه بعد أن فرض الحوثيون سيطرتهم على صنعاء كليا قبل أن يختتموا سيطرتهم عليها بإزاحة صالح من المشهد. عقب مقتل صالح أوكلت للصماد مهمة احتواء المؤتمر الشعبي العام، وعرف بممارساته للكثير من الضغوطات على قيادة المؤتمر وما تبقى من كتلته البرلمانية في صنعاء. الصماد الذي كان بمثابة أحد الفاعلين على المستوى الإعلامي والجماهيري تعهد مطلع العام الجاري بالتصعيد العسكري ضد السعودية وبإرسال صواريخ لأراضي المملكة بشكل يومي، وهو ما حدث بعد ذلك. ما زالت تهديداته بإقفال الملاحة في البحر الأحمر حاضرة بقوة، وهي التهديدات التي تم أخذها من قبل العالم على محمل الجد، خصوصا مع قيام الميليشيا بتنفيذ عمليات في المياه الإقليمية ضد سفن تابعة للتحالف. المصير الغامض لرجل كان من أكثر قيادات الميليشيا ولاء لزعيمها والتأخر في الإعلان عن الحادثة يثير الكثير من الشكوك لدى المراقبين حول طريقة مقتله وتوقيت الإعلان، خصوصا ذلك التسرع بتعيين مهدي المشاط القادم من خارج المجلس السياسي رئيسا للمجلس خلفا للصماد. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور أهلا بك مجددا. لماذا كان الإعلان من على استهداف الصماد أو مقتل الصماد من قناة المسيرة ولم يكن من قبل التحالف العربي، على الرغم من أن استهداف كما تقول قناة المسيرة كان قبل 4 أيام من اليوم؟ إذا أخذنا قراءات أو الدلالات للإعلان بعد 3 أيام، فأعتقد أن دول التحالف، في حال أن دول التحالف لم تعلن عن مقتل الرجل أثناء الضربات، كان هناك يعني إجراءين. في حال أنها لديها
معلومات استخباراتية حقيقية عن الرجل لكانت قالت من المحتمل أن يتم أنه قد تم مقتل صالح الصماد في هذه الضربات حتى لا يضعون في موقف حرج، أي أنهم قد يعلنون مقتله ومن ثم يتضح أن الرجل موجود، وهذا سيشكل انتصار معنوي للحوثيين. وبالتالي هذا طرح للدول التحالف تقول أنها، يعني بعضهم يقول أنها لم تعلن حتى يتأكدوا من ذلك، ولكن يبدو لي أن كان بالإمكان إجراء أنه من المحتمل، ويبدو لي أن الضربات لم تكن المعلومات الاستخباراتية لم تكن دقيقة، ولم يكن للدول التحالف معلومات دقيقة عن مقتل الرجل. هذا العنصر الأول. هناك طروحات أخرى من دول التحالف تقول يحاولون بث كثير من التغطية الإعلامية أن هناك صراع داخلي وأن تصفية الرجل تمت من داخل الحوثيين. في هذه الحالة دليل إذا كان هذا الطرح صحيح يعني أن دول التحالف ضعيفة وأن الرجل تمت تصفيته من الداخل ولم يكن تصفيته من دول التحالف، وهذه العنصرين الاثنين كلهم ضد دول التحالف ويحقق فائض معنوي للحوثيين. يعني إذا قلت أن تم تصفية الرجل من قبل الحوثيين أي أن دول التحالف بكل غاراتها الخاطئة وبكل تلك الغارات لم تستطيع لا تدمير المخزون السلاح من الصواريخ الذي ما زالت تقصف الرياض وتقصف المغربية السعودية، ولم تستهدف حتى الآن قيادات حوثية، بل تستهدف بعشرات أو مئات الضربات مدنيين في معلومات استخباراتية، وهذا في غاية الخطورة لصالح الحوثيين هذا الفائض المعنوي. وإذا قلت حسب ما هم يتمنوا أن يكون هنالك صراع حوثي وبالتالي تم التصفيه داخليا، هذا لا يخدم التحالف، وهذه تصريحات قصيرة النظر ولا تخدم التحالف، لأن تعني أنه لم يتم تصفية الرجل من قبل دول التحالف. الحالتين تعني أن دول التحالف في موضع صعب. طيب هذا يعني الاستهداف إلى الآن، يعني إلى الآن لم يعلن التحالف بشكل رسمي الاستهداف أو معلومات حول هذا الاستهداف، تم نشر بعض مقاطع الفيديو حول ذلك في قنوات إعلامية تتبع التحالف، لكن إلى الآن يعني كان هناك 4 أيام من تكتم الحوثيين على الخبر، لماذا تأخروا؟ هل يعتبر هذا تأخر أم أنه فعليا وقت كافي لإعادة ترتيب المساحة الداخلية؟ أولا التأخر 4 أيام من الطبيعي جدا التأخر 4 أيام لعدة احتمالات، قد يكون الرجل أصيب وكان في المستشفى وبالتالي انتظروا حتى يتم مثلا اتخاذ اللازم، أو حتى إذا كان تم تصفيته بنفس اللحظة لابد من اتخاذ قرارات واتخاذ يعني اجتماعات وتعيين من هو القائد الجديد وكيفية التصرف وامتصاص الضربة، لأن في الأخير يعني الإعلان أثناء الضربة سيكون هناك مربك، بالتالي هم سيطر بدأوا يرتبوا وضعهم، سيتخذوا إعلان طوارئ قبيل الإعلان، يعني هناك مجموعة من الإجراءات، لا يتم إعلان عن مقتل الرجل فجأة بنفس اللحظة، لكن الذي يراهن دول التحالف، أنا كنت الآن في حوار مع بعض الشخصيات المقربة من دول التحالف تتحدث أن هنالك حوار داخلي، قلنا لهم الحوار الصراع الداخلي لا يخدمكم، وبالتالي تصفيته تمت، إذا كنت تقولون هكذا تمت حوثية فأنتم لم تصفوا، وإذا قلتم أنكم لم تكونوا منتظرين حتى يتم التأكد هذا أيضا يعني أنكم ليس لديكم معلومات. هو من الواضح ربما أنه ليس لديهم إلى الآن معلومات حول طبيعة ما حدث، ليس لديهم معلومات استخباراتية ويراهنون وهناك كثير من يطرح يقول أن هذه التصفية ستؤدي إلى تحول نوعي، هذه أيضا طروحات يعني لا تدرك أننا أمام جماعة متعددة القيادات تراتبيا ومتعددة المرجعيات عقائديا وسياسيا، منها ما هو خفي منها ما هو قيادات خفية لا تعلن حضورها وهي شخصيات فاعلة، ومنها ما هي شخصيات قيادية واضحة، ومنها هناك المرجع العقائدي في صعدة، وهناك الإشراف العربي في بيروت، وهناك التخطيط الاستراتيجي في إيران، بالتالي ذهاب شخص، هناك اللجنة الثورية، هناك المجلس السياسي كواجهة شكلية، لكن صناعة القرار لا تتم في المجلس السياسي، المجلس السياسي إحدى الهياكل الصانعة للقرار، هناك اللجنة الثورية، هناك المرجعية الدينية والعقائدية، هناك التخطيط الاستراتيجي المرتبط في بيروت، هناك الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة العربية، وبالتالي ذهاب الرجل قد يحقق فائض معنوي لصالح دول التحالف، مش فائض معنوي، فائض ربما ربع معنوي، لأنهم لم يعلنوا مقتله أو حتى يقولوا
لأنه قدن المحتمل تصفيته، بل سوقوا معلومتين أنه هناك صراع داخلي، وبالتالي يعني أنهم ضعفاء لم يحققوا حتى منجز واحد بصفية قيادة. رغم كل هذه الضربات نحن نشاهد ضربات صواريخ في الجغرافيا السعودية، نحن نشاهد هناك عروض للميليشيات الحوثية في المعسكرات، هناك استعراض القوات، لم يتم استهداف أي شخصية. وبالتالي يعني تصفية الصمد لن تحدث تحول، لكن بالمقابل ألا يعتبر الوصول إلى من يعني كانت تعتبره السعودية الشخصية الثانية في سلم المطلوبين بالنسبة لها أو إرهابيين الذين أعلنت عنهم، يعتبر في نظر كثيرين أنه منجز على الأقل أمني أو ثغرة أمنية كبيرة بالنسبة لميليشيات الحوثي؟ الرجل الثاني والراعب اللاعب الفاعل في المجموعة الحوثية يحيى الشامي، وليس الصماد. هناك شخصيات تقود التنظيم السري للهاشمية السياسية، وبالتالي هناك تنظيم غير معلن، هناك جماعة غير معلنة منظمة ومرتبة ولا تظهر في هذا التوقيت، تقود العمليات وقائدة في نحن أمام جماعة مستفيدة من كل التجارب. هذا هيكل سياسي يضع فيه شخصيات موالية، شخصيات يمكن أن تتحاور، ولكن في الأخير صناعة القرار واتخاذ القرار ليس اعتباطيا بل استراتيجيا، وبالتالي الصماد ما هو إلا في الله، والمجلس السياسي برمته هو أحد الأدوات أو الإجراءات التي يتم بها تنفيذ الاستراتيجية الحوثية. هناك اللجنة الثورية ولها تنظيمها السري واتخاذ قراراتها، وهناك مرتبطة بشخصيات، وهناك المرجعية العقائدية، نحن أمام تنظيم، وهناك التنظيم الهاشمية السياسية الغير معلنة التي هي مرتبطة بما يسمى أهل البيت. بالتالي نحن علينا أن لا نربط، دعني بس لمدة كم دقيقة، ألا نضع من هذه التصفية حدثا. نحن أمام صراع استراتيجي ولسنا أمام اغتيال رئيس دولة، نحن أمام يعني تصفية قائد ميليشيات، ميليشية عنقودية تنظيمية استراتيجية متعددة المرجعيات والقيادات. بالتالي عندما نتحدث، عندما يتحدثون أنه لو كان رئيس دولة كما صالح مثلا على سبيل المثال، وهو مثلا رئيس في العالم الثالث، هذا الرجل كل السلطة مرتبطة به، الجيش والأمن والمؤسسات، لقلنا أنه سيحدث هنالك مشكل في غياب الرجل، لأن كما كان يقول صالح أنه إيش هو يعني هو البالانس أو الميزان الحمار على السلطة، لكن هذا شخص في تنظيم هيكلي متعدد القيادات. بالتالي نقول للسلطة الشرعية ونقول لدول التحالف ونقول للنخب السياسية علينا ألا نعتبر هذا يعني الحدث منجزا كبيرا، علينا أن نستعيد يعني هذا بدو استمرار المعركة بطبيعة الحال. دعني أقول طيب لأنه دكتور علينا الشك معنا الآن في الحوار الخبير العسكري الأستاذ علي الذهب الذي ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، تفضل. حياكم الله أستاذ علي. إذن مقتل لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للإنقلابيين، سواء علم التحالف أم لم يعلم، كيف ترى هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللأخوة المشاهدين. حقيقة أن مقتل الصماد هو إذا كانت الجماعة غير والعة في الخلاص منه، فإنه سيشكل فقدانه تأثير نسبي أو محدود، يمكن وأعتقد أنهم بادروا إلى جسر هذه الفجوة بالرجل الثاني الذي وقع معه اتفاق أو الصلح والشراكة أو في 21 سبتمبر والمشار. فأنا أعتقد أنه ليس هنالك خسارة كبيرة بالنسبة للجماعة، لأنه كان عبارة عن واجهة سياسية للسلطة مقيدة داخليا، ليس لها علاقة بالخارج لأنها غير معترف بها دوليا، وكان يمثل مصرف أعمال أو منفذ أوامر لعبد الملك الحوثي ليس إلا. طيب ألا يجعل ذلك يعني نقطة تثير الكثير من يعني
تعطي أهمية باعتبار أنه على الأقل كما تقولون أو كما تتفضل بالقول يعني يذهب إلى الجبهات، يتنقل، يعطي، يلقي كلمات، له دوره في نهاية المطاف. إلى أي مدى ترى أنت يعني من الناحية العسكرية أنها مسألة استهداف أو مقتل الصماد الآن ستؤثر بالنسبة للجبهة العسكرية أو المعنوية بالنسبة للحوثيين الانقلابيين؟ الجماعة تعتمد عسكريا لأنها السلطة بوليسية، تعتمد على القوة، والقوة واضحة أو مكتنزة في الجانب العسكري. الصماد كان يعطي من زيارته واجهة في رسائل سياسية للخارج، لأنها السلطة مقيدة داخليا، سلطة سياسية أو واجهة سياسية مقيدة داخليا. متفقين. وأكثر الزيارة التي كان يقوم بها للجبهات أو للصانع الذي يزعم أنه صانع أو معامل الأسلحة، أو وآخر زيارة لو كانت إلى الحديدة، يعني كانت تفيد برسائل للخارج، رسائل للتحالف، رسائل للقتل للمقاتلين على الطرف الآخر بأنهم حاضرون، وأنهم بوصفه أو رئيس المجلس السياسي كما يقولون. وفي ذات الوقت هم ينظرون، هم خلعوا عليه صفة زعيم، وهو ليس زعيم، هو رجل في جماعة ولا زعيما شعبيا ولا وطنيا، لأن غالبة الشعب اليمني لا يعترف بزعامته ولا بالصفة التي انتحلها باسم رئيس جمهورية، أو التي خلعت عليه الجماعة رئيس جمهورية معروف كفاتي دستورا وكذا تخلى عن هذا المنصب. طيب الآن بالنسبة لي يعني مسألة الاستهداف، هل من المرجح أن تكون الرواية المعلنة من قبل الحوثيين هي الصحيحة؟ لماذا من وجهة نظرك أن هناك تأخير في الإعلان؟ لماذا لم يعلن التحالف حتى الآن؟ أو بالأصح ما دلالات عدم إعلان التحالف إلى الآن بشكل واضح أنه هو من استهدف صالح الصماد؟ أنا أعتقد أنه التحالف هو من استهدفه، ولكن من أعطى للتحالف يعني تخابر معه أو أعطاه؟ لأن حركة الصماد هو يمثل بالنسبة لهم يعني ثاني سلطة لشخصيات الجماعة بعد الملك الحوثي، لأنه مصرف أعماله الآن والقائم بمقامه في صنعاء. وبالتالي إذا كان هو عبئا ثقيلا على الجماعة، فإن مسألة الخلاص منه ستكون يعني أمر الضرورة. فإذا أعطي فمن أعطى؟ لأنه تحرك من الحديدة وكان وحضر مع المخاطب الحفل، وكان مضطربا في خطابه، كان الصماد مضطربا. أنا أرجح أنه أولا أن التحرك هو من استهدفه، ولكن من أعطى هذا التحرك؟ تحرك الصماد ليس تحرك أي شخصية عادية. يعني هل يمثل ذلك أستاذ علي، هل يمثل ذلك اختراقا استخباراتيا يحسب في هذه المعركة؟ إلى أي مدى يشكل هذا الاستهداف خللا أو ثغرة أمنية يمكن باعتبارها وفقا لها البناء في مسار المعركة مع الانقلابيين خلال الأيام القادمة؟ إذا كان ليس الحوثيين طرف في هذا الأمر، لأنهم ضالعون في التخلص منه بطريقة أو أخرى عن طريق التحالف أو ما سوى ذلك، أو أن هذا يعبر أنه قام في الحديدة، يعبر عن أن القاعدة الشعبية غير راضية عن حركة الصماد في هذه المنطقة، وأنهم معدومي الدعم الشعبي في هذه المنطقة. وبالتالي كان أمر رفض التحالف أمرا يسيرا، واستهدف في رغم تحركه المحفوظ بالجانب الأمني والتكتم عليه، لأنه كان يحضر الجبهات في أكثر، في صعدة، في حجة، في الحديدة. وأعتقد أنه إذا لم يكن الحوثيين يد في ذلك، فهذا يعتبر اختراق أمني في منظومة الأمن الحربي للجماعة أو للعمليات العسكرية. أشكرك أستاذ علي الذهب الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك دكتور، دكتور شاهدنا زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي هو من يعني ألقى خطابا بما حدث، تحدث عن الصماد، تحدث بتفاصيل دقيقة عن استهدافه من يعني كمعلومات جاءت منهم، ثم عز
السمر في الحديث. ما دلالات خطاب عبد الملك الحوثي في هذه الحادثة تحديدا؟ استخدم الحوثي كلمة الشهيد العزيز الرئيس ليعطي دلالة أن الرجل مقرب منه وأن الحديث عن صراع داخلي أو تصفية داخلية بعيدة الاحتمال. لكن أنا الدلالات من الطبيعي جدا أن يكون هنالك خطاب. الرجل كان بمثابة رئيس دولة، يعني هو يتحرك على هذه الشاكلة ويتعامل. صحيح أن المسمى رئيس المجلس السياسي، لكن عمليا هم يتعاملوا معه كرئيس جمهورية، رئيس جمهورية تبعهم. لكن ما يهمني هنا في هذه المسألة أن دول التحالف والسلطة الشرعية لن تستثمر ما حدث، بمعنى أنهم لو كان لديهم استخبارات أو كان لديهم بعض المعلومات عن أن القصف شمل هذا الرجل لكانوا استثمروا أنهم لكانوا ربما غطوا أنهم لأول مرة يستهدفوا يعني هدف لقيادات وأنهم قادرون، وهذه عملية نوعية. هو اليوم يعني ربما الكثير من مسؤولي الحكومة في القنوات يتحدثون على ما حدث، لكن لم يحدث ذلك الأمر قبل إعلان الحوثيين عن الاستهداف. لا، هذه شوف، هذا دعنا نناقش الموضوعية. عدم استثمار بمعنى أنه لما يكون لديك معلومات استخباراتية وقلت من المحتمل، هذا حتى في حال ظهوره المسألة من المحتمل. لم تكن هناك تسريبات حتى عن ذلك. هم استخدموا قصفات كثيرة للدقم ولم يكن لديهم معلومات. لم يستثمروا تماما ما حدث، وبالتالي تم تعيين مشاط وهو يعني رجل مقرب عائليا ومتعصب عقائديا وفج التعامل. هناك معلومات أنا تلقيتها أثناء حتى المفاوضات في جنيف أو في بقية الجولات، كان رجل فظ ومتشنج وعدواني تجاه الوفد وتجاه المواقف. وبالتالي سيحاولون الآن تحقيق أكثر من أنا أعتقد ما حدث سيحقق للحوثيين بعض المكتسبات، منها أولا سترتفع أعداد الضربات إلى جغرافية السعودية، وسيتم استهداف القصور الملكية أو المواقع الاستراتيجية، وقد تحدث هناك عمليات نوعية من قبل بعض المجموعات الميليشياوية المحترفة لرد الفعل. هذا من الطبيعي جدا أن يحدث هذا، ولذلك لمن تشير في هذا أشير أن من المحتمل هناك طبعا لديهم قطاعات تم صهرها من كانت تابعة للرئيس السابق صالح للحرس الجمهوري أو القوات الخاصة أو الجماعات العقائدية المتددة لهم التي يمكن أن تحدث بعض العمليات النوعية. وقد تحدث أيضا قصفات متتالية، وهذا هو المهم بالنسبة لي، لأن رفع مستوى القصف الجوي باتجاه السعودية سيحقق ما لما يقول لك هم الحوثيين يعني لن يستخدموا أكثر مما هم كان متاح لهم الضرب المتواتر على الجغرافيا السعودية. طيب، هذا في السياق العسكري. ماذا عن النقطة السياسية؟ يعني إذا كان الصماد تنقلاته كما يقول الأستاذ علي على أنها رسائل للخارج، كانت تواجد ورسائل ربما للقوى الأخرى، تعيين مهدي المشاط الآن، هل يعني ذلك أن السياسة تنحسر لدى ميليشيات الحوثي بشكل أكبر كما يعني فهمت؟ شوف، أنا قلت لك أنه الجماعة ليس لها، نحن لسنا أمام دولة ولسنا أمام حزب سياسي، نحن أمام جماعة قلت لك متعددة المرجعيات، متعددة الهياكل صانعة القرار. حتى الآن الحوثيين الهيكل الذي يصنع القرار غير معلن حتى الآن. يتوهم من يعتقد أن المجلس السياسي صانع قرار، يتوهم من يعتقد أن اللجنة الثورية صانعة قرار. هناك استراتيجية، هناك قيادات غير معلنة، هذول يعني تعمل، وهذا أسلوب من أساليب الحركة الهاشمية السياسية منذ السبعينيات. يعني خاصة نحن نتحدث الآن بعد انهيار تحالف الانقلاب الذي كان موجود ما بين صالح وميليشيات الحوثي. لم يقدموا، ليس انهيارا، لم يقدموا على تصفية صالح إلا بعد أن صهروا كل القطاعات العسكرية وكانوا يتحركون بدراية وباستراتيجية استيعاب وورثة كل ما تبقى من الدولة. الذي يهمني الآن، لماذا أنا لست لا أحبط
ما الذي على الحكومة الشرعية أن تعمله الآن؟ هذا المهم. ليس الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية لم تستثمر. قد يطلعون اليوم يتحدثون عن انتصارات، لكن نحن عندما نكون في معركة استراتيجية علينا ألا نسقط في الخطابات الإعلامية والتعبية المؤقتة التي بعد 3-4 أيام لن يكون لها شيء على مستوى الواقع، ولا على دول التحالف التي يعني أملأت آذاننا بأن هناك انقساما وأنهم حققوا انتصارا. هذه وهم لا يمكن. الذي سيستثمر الآن، أقولها بوضوح، السلطة الواقعية الوحيدة في الجغرافية اليمنية هي السلطة الحوثية، والذي عزز هذه السلطة دول التحالف وسلطة شرعية. لأن لماذا؟ لا يمكن لك أن تحدث استثمار لما حدث، والسلطة الشرعية في الرياض لا يمكن لك الحديث عن استثمار هذا الحادث، لأنه كلمة إحلال اللي هو أنت الآن هناك رأس هيكل سياسي تم تصفيته. إذا كان هناك رأس سياسي هنا السلطة الشرعية برأي عبد الرب منصور هادي في الجغرافية، سيتم إحلال تدريجي، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني إحلال سلطة بدل الانقلابي. لكن رأس السلطة الشرعية في الرياض، جيش الجيش الوطني على تخوم صنعاء، جيش آخر في الساحل الغربي ولا يتبع السلطة الشرعية، تعز محاصرة ومستهدفة، عدن يتم التأثيف لها من قبل الإمارات لمشروع متعلق بفك ارتباط. بالتالي رحيل الصمات أو بقاؤه بهذا الشكل لن يحدث تأثير، لأنه الصمد لم يكن رئيس دولة. الصمد شخص قيادي من جماعة استراتيجية متعددة الهياكل، بالتالي لن نستثمر. يعني هذا التنوع موجود لدى، عفوا، هذا التنوع موجود في نهاية المطاف لدى، أو هذا الاختلاف لنقل بإن صح التعبير موجود لدى الجبهة الانقلابية. هذا الاختلاف ذاته يبدو، أو هناك تنوعات أو تباينات في جبهة الشرعية. المسألة هي كيف يوظف هذا الأمر وكيف يدعم هذا الأمر لتحقيق اختراق على الأرض. هل من الممكن أن يحدث شيء ما باستغلال ما حدث ليحدث اختراقا في المعارك على الأرض؟ إذا تم استهداف شخصيات قيادية عليا خلال الأيام القادمة، تحدث عن قادة عسكريين، قادة عسكريين، لأن هناك بعض المعلومات التي قد تشير إلى أنه نائب ما يسمى بنائب رئيس هيئة الأركان التي تابعة للميليشيا حمود الموشكي، يبدو أنه بشكل أو بآخر هناك معلومات صحفية تتحدث عن استهدافه أيضا. ربما هو طبعا إذا كان استهدف الصماد فيبدو لي كان بجانبه مجموعة من القيادات، بس في أي مستوى من القيادة العسكرية أو حراسة حتى الآن المعلومات غير واردة. لكن دعني بس أقول فكرة، أقول أن إذا لم يتم استهداف شخصية قيادية أو سياسية عسكرية خلال الضربات القادمة، ولم تتحرك قواتنا في التخوم أو في رفع حصار عن مدينة تعز حتى ولو جزئي، فإننا لن نستثمر هذا الحدث، لأن إعادة الاعتبار ورفع منسوب القيمة المعنوية والرمزية لدول التحالف تتمثل باستهداف آخر يثبت أنها قادرة على الاستهداف. طيب دعنا نشك معنا في الحوار دكتور عبد الباقي المحلل السياسي أستاذ عبد الوهاب الشرفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذ عبد الوهاب. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن مقتل لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد، تباينات كثيرة حول من الذي استهدفه باعتبار أن التحالف لم يعلن حتى الآن عن استهداف الصماد، كيف ترى أنت وكيف تتابع ذلك؟ مساء الخير لك ولضيوف الكرام ولسادة المشاهدين الكرام. طبعا الخبر هو تبع علينا الآن رسميا من طرف المجلس السياسي وتعاطي جميع الأطراف معه، لا يعني هو في اتجاه التأكيد وليس في اتجاه النفي أو التشكيك فيما يتعلق بأن التحالف أو طيران التحالف السعودي هو وراء هذه العملية. نبحث إذن في الدلالات. طبعا نعم، نبحث إذن في دلالات تأخير الإعلان وعن دلالة تأخر إعلان ذلك بالنسبة لي 4 أيام بالنسبة للمجلس السياسي وللحوثيين بشكل عام. هو ربما بالنسبة للمجلس السياسي ربما الأمر واضح ومتعلق بالترتيبات التي يجب أن تتم قبل هذا الإعلان، باعتبار أن شغور موقع
مثل رئاسة المجلس السياسي أمر يتطلب لاحتياطات أمنية، يتطلب لتكليف من يمارس المهام لحين البديل وما إليه. وهذا الأمر يعني ربما مفهوم، لكن الذي هو ربما يلتبس بقدر ما هو أن التحالف السعودي لم يتحدث عن هذه العملية من قبل، بينما هو في كل محاولة، ليست أول محاولة لاستهداف رئيس المجلس السياسي، ودائما يثير القضية إعلاميا بأنه استهدف رئيس المجلس السياسي وما إليه، ويتضح غير ذلك. لكن هذه المرة هو لم يتحدث مطلقا، لا هو ولا غيره، وانفجرت الأخبار عقب إعلان طرف صنعاء للقضية، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بتفسير واحد، أن العملية تم الإبلاغ عنها بوجود قيادات من أنصار الله في موقع ما، دون أن يكون معروفا أن بينهم شخص صالح الصماد. طيب، ما الذي يشكل هذا الاختراق إذا أستاذ عبد الوهاب، وكيف تقرأ هذه المسألة؟ هو بالطبع في الأخير العملية يعني الجانب الأمني فيها واضح، أن يتم وصول معلومات للتحالف السعودي من على الأرض بأن هناك تجمع يتواجد فيه قيادات من أنصار الله ويتم قصف هذا الموقع. هذا يعني أن هناك أطراف على الأرض لا زالت تعمل لصالح الطرف التحالف السعودي، هي من أرسلت المعلومات، وبناء عليها تمت هذه العملية. وهذا الأمر هو اختراق أمني بطبيعة المنطقة، أيضا ربما الأمر يكون أسهل من قضية التحرك في المدن، لاعتبار أنه خروج إلى أماكن ربما يكون الطرف صالح الصمات في نفسه استشعر أمنا فيها باعتبار خروجه من المدن أو من مواقع الاستهداف، وتم إمساك بداية الخيط من هنا والمتابعة وصولا إلى الموقع الذي وصف فيه. طيب، ماذا عن الآن عن التعيين البديل، مهدي المشاط بديلا لصالح الصماد؟ يحكى أنه هو كان مدير مكتب عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة. ما الذي يقرأ، ما الذي تقرأ أنت من دلالات حول هذا التعيين، خصوصا وأن المجلس السياسي هو يفترض أنه تحالف أو هو نتيجة لتحالف ما بين جناح المؤتمر المؤيد للانقلاب وكذلك لجماعة الحوثي كطرف آخر؟ هو بالطبع إلى حد الآن القضية ليست تعيين، هي قضية تكليف، وهذا الأمر هو في حكم الطبيعي الآن أن يخلف من يقوم بعمله. مسألة التعيين هي مسألة بطبيعة الشراكة القائمة مع طرف المؤتمر الشعبي العام فيما يعرف بالمجلس السياسي، هذه تتطلب إجراءات قانونية معينة وفق النظام المقر من الجميع. لكن حاليا نحن ربما في فترة انتقالية، هذه الفترة. ولماذا كان مهدي المشاط إذا؟ هو ربما الآن الشخصية التي هي تمثل أنصار الله، على اعتبار أن الموقع رئاسة المجلس هي بيد أنصار الله، ويجب أن يستكملها شخصية من أنصار الله، وبناء على هذا الأساس تم اختيار المشاط. ولكن تظل مسألة التعيين وليس التكليف، هذه مسألة متعلقة بالفترة القادمة وما هو الذي يمكن أن يسفر عنه التدارس لمن يخلف الصمت. طيب، برأيك كيف سينعكس ذلك على الميدان، مسألة المعارك العسكرية، معنويات المقاتلين على الأرض إلى آخره؟ هو بالطبع ربما الصمت هو كان متفرغا أو كان مهتما أو مركزا جهودهم على الجانب الإداري والجانب المعنوي، بينما العمليات القتالية لم يكن هو في صلب إدارتها، وبالتالي عسكريا أنا لا أتوقع أن يكون له أثر سلبي على الإطلاق بالنسبة للمعركة مع التحالف السعودي. لكن يظل قضية أنه ربما الآن هو أرفع شخصية من شخصيات القيادية الأنصار لا يتم وصول التحالف إليها وكتلها، وهذا الأمر بطبيعته له جلالته الرمزية وله أثره المعنوية، لكن لا أن تجاوز على الإطلاق اللي تصل إلى إحداث حالة إرباك أو تراجع عسكري على الإطلاق. هل من معلومات لديك أستاذ عبد الوهاب حول من كان مع القيادة الصماد أثناء استهدافه؟ هو إلى حد الآن لم تتوفر أي معلومات في هذا الجانب، ما تم الإعلان عنه هو فقط عن الصماد، وكما قلت لك
الأمر كان مفاجئا تماما، يعني كل الأطراف التي ثارت بعد الإعلان تحدثت هي بعد الإعلان ولم يكن الأمر مثار على الإطلاق، والفترة التي مرت ليست كافية للوصول إلى معلومات أكثر. يعني يظل الاحتمال قائما باعتبار أنه كان في زيارة خارج صنعاء ولابد أن يكون معه شخصيات معينة كانت في استقباله وبمعيته، لكن من هذه الشخصيات وما طبيعتها هذا أمر إلى حد الآن يعني لم تتوفر معلومات أو حتى مؤشرات في اتجاهات معينة بالنسبة له. أشكرك أستاذ عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك دكتور عبد الباقي، إذا المسألة يعني التحالف عندما يستهدف، هناك ربما تداعيات لهذا الأمر على الأرض، عدم الإعلان لا زال يفتح الكثير من التساؤلات حول تأخر البيان من التحالف حتى بعد إعلان الحوثيين أنفسهم. إذا ما جاء بيان التحالف ما المتوقع أن يكون فيه؟ إذا ما جاء البيان للتحالف ما الذي سيقوله البيان من إضافة؟ لا أعتقد أن البيان الذي سيأتي في هذه اللحظة سيكون له لن يكون مستثمر، بالعكس أنا قلت لك أنهم خسروا استثمار اللحظة، كان بالإمكان التغطية على كثير من الضربات الخاطئة على المدنيين، كان بالإمكان التغطية على خلق فائض معنوي لدول التحالف أنها تستطيع أن تستهدف القيادات. لكن أي بيان يأتي بعد إعلان الحوثيين دليل كما قلت بشكل واضح، دليل أنهم ليس لديهم معلومات دقيقة عن الأهداف الجوية، والرهان على أن الحوثيين صفوا يعني أنهم غير قادرين على تصفية قيادات، هم في وضعية حرجة لا يمكن لدول التحالف وللسلطة الشرعية التي ربما الآن يتحدثون في القنوات ويتحدثون. أنا قلت نحن لا نتحدث عن رئيس دولة، نحن نتحدث عن ميليشيا عقائدية متعددة، وأكررها متعددة المرجعيات متعددة الهياكل القيادية، صناع القرار غير معلنين وغير موجودين في وسائل الاتصال، بالتالي هذا الاستثمار سيكون استثمار محدود لرحيل الصمد. هم الآن واضح أنهم وضعوا شخصية مقربة من الحوثي، سيتم استثمار ذلك بمزيد من الضغط، سيمارسون مزيد من الضغوط على حلفائهم، سيمارسون مزيد الضغط على الشارع، مزيد من الضربات، مزيد من السيطرة على القطاعات الميليشياوية. هذا سيستثمر لصالح الحوثيين. نحن أمام جماعة ليست محلية، الحوثيين ليست جماعة محلية، الحوثيين يد إيرانية بامتياز، الحوثيين يعملون من خلال خبرة إيران في العراق وفي إفريقيا وفي سوريا وفي لبنان، الحوثيين يعملون في إطار خلية عمل في بيروت في حزب الله مشرفة مباشرة كطرف عربي قادر على إيصال المعلومة باللغة العربية إلى القيادات. بالتالي عندما يذهب قائد يعني من القيادات الظاهرة وليس غير المعلنة، هذا لن يحدث أي فارغ طالما السلطة الشرعية خارج الجغرافية، طالما هناك حزام أمني ونخبة حضرمية ونخبة شبوانية، طالما بقى جيشنا الوطني على تخوم صنعاء، طالما تعز محاصرة، طالما الساحل الغربي تقوده قيادات خارج السلطة الشرعية، هذا نحن أمام عبثية واستراتيجيات لا تحقق أهداف إلا لصالح الحوثيين الذين أنا أؤكد على ذلك سيصبحون الطرف أو الفاعل العسكري والسياسي الأصيل في الحقل السياسي، والذي يبحث عن تفاوض مع السعوديين بعيدا عن الأمم المتحدة وبعيدا عن السلطة الشرعية. وبالتالي يعني الآن إذا يعني باستهداف يعني بالأخير الصمد وقيادي يعتبر بحسب ما تفضلتم به قيادي مدني في نهاية المطاف، وحتى وإن كان ميليشيات، فإذا كان الأمر كذلك ربما هذا، هناك من يطرح على أنه هذا قد يكون ربما سبب لتأخر التحالف في الإعلان عن استهدافه، عن مسؤولية على أنه قيادي مدني في نهاية المطاف وميليشياوي في الأخير. ذلك يعني ربما يطرح التساؤل حول انعكاس هذا الأمر على مسألة التعامل مع الخارج، على مسألة تفاوض الحوثيين تفاوض الميليشيات
على حساب الجانب العسكري الذي يبدو أنه يمشي بشكل أكثر وضوحا أو أكثر سلاسة بالنسبة للإنقلابيين؟ سيتم هم قد هناك 4 أيام فارقة عن الاستهداف، تم الترتيب والإعداد والتنسيق والسيطرة واتخاذ القرار. سيتم امتصاص حادث الصماد في الآن في علم الاتصال ما يسمى بالتدفق، تدفق الأخبار وتدفق الأفعال، بما لا يعطينا فرصة للتحليل. بمعنى سيتم الآن استهداف السعودية بصواريخ، سيتم اتخاذ إجراءات داخلية، هذا سيجعل الجمهور اليمني ودول التحالف تذهب نحو أفعال أخرى ليصبح الصمد من الماضي، وبالتالي كما استطاعوا امتصاص تصفية صالح امتصوه يعني ربما يعني يضع الأمر الناس يعني ربما يقال أنه لم يتم يكون هناك استثمار صحيح من قبل التحالف والشرعية لهذا الأمر. الآن ما الذي يجعل يعني كيف ممكن أن يكون استهداف صالح الصماد له أثره على مسألة المعارك على الأرض، خاصة وأن الصماد كان في آخر ظهور يعني واضح له كان يحشد في الحديدة للمقاتلين، يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبهات إلى آخر، يحشد تحت مرجعية عبد الملك الحوثي، مرجعية دينية. أقصد هل هناك معركة قادمة؟ هل سيؤثر ذلك على ما يجري في الحديدة أو على تخوم الحديدة؟ لن يؤثر ذلك، لأننا أمام جماعة استراتيجية. كما قلت لك المرجعية هي مرجعية عقائدية، الذين يتحركون في الميدان تحت اسم وتحت قيادة عقائدية دينية، بالتالي سيمتصون هذا، لديهم خبرة في امتصاص الخبر. متى يكون في هناك تأثير؟ لو كان تم تصفية صالح والرئيس عبد الرب منصور في الداخل لحدث هنالك فارق، لو كان تم تصفية الصماد والرئيس عبد الرب منصور هادي في الداخل وبالتالي هو الشرعي، هذا سيحدث تراكم وإحلال. إننا يعني قمنا بإبعاد، الآن تم إبعاد رأس المجلس السياسي، سيأتي آخر، أين السلطة بتاعك البديلة؟ في الخارج. لا معنى لا هذا لهذه التصفية لدولة، لا معنى لها، وليس ولا تم استثمارها، لا يمكن الاستثمار. ما حدث إلا بوجود سلطة شرعية تتقدم في الجغرافية، تدير العملية السياسية والعسكرية، وبالتالي عندما أشيل رأس المجلس السياسي أقوم بإحالة أو إحلال هذا الاستثمار لصالح السلطة الشرعية في الجغرافية والمؤسسات. غير ذلك الآن لمن نحول للتحالف المنقسم؟ نحيله لمن؟ للحراك الجنوبي. طيب ما هو المطلوب من الحكومة الآن في هذا السياق على الأقل عليها نقل المعركة إلى مرحلة أخرى؟ عليها ألا تذهب بعيدا في التعبئة الخاطئة كما عودتنا، إنها تذهب في الحديث الزائد عن التصفية وعن، وبعد 5 أسبوع سيجدون أنفسهم عدنا إلى مربع صفر. عليهم على رئيس الجمهورية أن يتخذ القرار الصح والشجاع بالعودة إلى الجغرافية اليمنية وبفرض هذه العودة، غير ذلك كل هذه العمليات عملية عبثية لصالح الحوثيين. لا يمكن لأي سلطة شرعية أن تستعيد سلطتها وهي خارج الجغرافية، خاصة بعد 3 سنوات. لا يمكن لنا إحلال سلطة شرعية مقابل انقلابية وهي خارج الجغرافية. بالتالي هكذا تعلمنا من علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية، إن استثمار رأس قلع رأس النظام يتمثل بوجود رأس آخر يتقدم في الجغرافية. الآن جيشنا في التخوم صنعاء متوقف، هناك مدن محاصرة، هناك فشل في إدارة العملية الإنسانية واللوجستية للمواطنين، هناك مدينة عدن خارج السلطة الشرعية، هناك منع لوزير التعليم من دخول شبوة، هناك وزراء خارج السلطة الشرعية. إذن شال الرجل أو بقى الرجل، ما الذي سيحدث؟ لا شيء. نحن بقاء الرئيس الوزراء حتى لو كان موجود كمجموعة شخصيات، ما الذي سيحدث وهو محاصر ولا يستطيع يتحرك في جغرافيا المستعدة؟ هذه كلها يعني لا نكون حتى لا نحبط الجمهور، نقول للشعب اليمني وللنخب وللسلطة الشرعية لا يمكن استثمار أو استعادة سلطة أو القضاء على المشروع الحوثي الإيراني الإمامي إلا بقرار شجاع يتمثل بعودة رئيس الجمهورية وبإيجاد ما يسمى بالكتلة التاريخية، الكتلة التاريخية القائدة لإدارة الزمن الانتقالي والتوحد حول أهداف جامعة. غير ذلك سيذهب الصماد، ومن محتمل يذهب حتى محمد علي الحوثي يتم تصفيته، وسيأتي نائب للحوثي ويطلع، ولن يحدث أي شيء داخل هذه الجماعة.
أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت ضيفنا في هذه الحلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.